أهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذه الفترة المفتوحة التي نتحدث فيها بالتحليل والنقاش عن فعاليات المنتدى الصيني الإفريقي التي عقد على مدار يومين بالعاصمة الصينية بكين بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي وعدد كبير من زعماء الدول الإفريقية. كان حصاد اليوم الأول للمنتدى أمس وإعلان الرئيس الصيني شي جين بينغ عن تفعيل مبادرة الحزام والطريق وإحياء طريق الحرير القديم، بالإضافة إلى إعلانه تقديم مساعدات مالية لإفريقيا من جانب الصين بقيمة 60 مليار دولار، ومشروعات تنموية في مجالات مختلفة للدول الإفريقية منها 50,000 منحة دراسية. وأكد أن هذه المشروعات تهدف إلى مكافحة الفقر وتعزيز الاستقرار والسلم في الدول الإفريقية. أكد أيضا أنه لا ربط بين هذه المساعدات وبين التدخل الصيني في الشؤون الداخلية لهذه الدول. كان هناك أيضا اليوم جلسة ثانية في إطار فعاليات القمة الصينية الإفريقية شارك فيها رئيس عبد الفتاح السيسي، واستعرض فيها سبل تفعيل التعاون الإفريقي الصيني ودعم الشراكة القائمة بين الجانبين وما يمكن أن تقدمه مصر في هذا الإطار، بالإضافة إلى مشاركته أيضا مع زعماء الدول المشاركة في القمة في فعاليات المائدة المستديرة خلال اليوم الثاني للمنتدى التعاون الصيني الإفريقي في بكين. وخلال هذا المنتدى بحث الزعماء سبل تفعيل التعاون بين الصين والدول الإفريقية في المجال الاقتصادي، واستعرض الرئيس أيضا خلال فعاليات اليوم الثاني مميزات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أمام العالم كله كمركز لوجيستي واقتصادي يسهم في تطوير حركة الملاحة الدولية وتعزيز التجارة العالمية بشكل عام وفتح آفاق استثمارية واسعة. تم خلال الزيارة توقيع عدد من الاتفاقيات والعقود المشتركة بين مصر والصين لتنفيذ عدد من المشروعات الصينية في مصر بقيمة استثمارية تبلغ نحو 18.3 مليار دولار. كما كانت زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي للصين فرصة للقائه بعدد من الشخصيات الصينية البارزة وعدد من رؤساء كبرى الشركات الصينية. نتناول في هذه الفترة الإخبارية بالتحليل نتائج زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الصين، وأيضا ما يمكن أن تستفيد منه مصر في من هذه الزيارة، بالإضافة إلى الحديث عن أطر تفعيل التعاون الصيني الإفريقي بشكل عام. معنا في هذه الفترة الإخبارية الأستاذ محمد عز الدين نائب رئيس تحرير الأهرام. أهلا بحضرتك. أهلا بك يا فندم. أهلا. يعني في البداية دلالة زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الصين فيما يتعلق بالعلاقات المصرية الصينية بشكل خاص. الزيارة تعد إحدى الزيارات الهامة جدا وخاصة في هذا التوقيت. الصين طبعا من القوى الكبرى في العالم وتتجه بقوة خلال سنوات لكي تصبح السوبر باور أو القوة الكبرى وخاصة في المجال الاقتصادي. الصين لها علاقات قوية جدا وممتدة في المنطقة، ومصر والصين لديهم علاقات دبلوماسية قديمة جدا. مصر أول دولة عربية وإفريقية تقيم علاقات دبلوماسية سنة 1956 مع الصين، وتعد الصين المورد الرئيسي الأكبر لمصر، الشريك التجاري الأكبر لمصر، وتتجاوز التجارة بينهما 11 مليار دولار. هناك مشاريع كبيرة جدا تشارك فيها الصين في الفترة الأخيرة. زيارات السيد الرئيس المتتالية إلى الصين سنة 2014 ثم 2015 و2016 وأخيرا في قمة البريكس 2017 العام الماضي مؤشر هام جدا على دلالة ومكانة الصين بالنسبة لمصر كشريك تجاري وسياسي أيضا في المنطقة. نعم، تم خلال الزيارة توقيع على عدة اتفاقيات بقيمة 18.3 مليار دولار بين مصر والصين، عقود مع شركات صينية كبرى في مجال صناعة المنسوجات والألواح الجبسية بالمنطقة الاقتصادية العين السخنة. أيضا أهمية المنطقة الاقتصادية بالنسبة للصين كمركز استثماري يمكن أن يكون يعني مركز لتصنيع السلع الصينية وتصديرها إلى العالم. برأيك يعني كيف تنظر إلى هذا الجانب الاقتصادي من الزيارة؟
الجانب الاقتصادي يأتي في المقام الأول. معظم زيارات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الصين تضع مصلحة مصر الاقتصادية في المقام الأول. الصين تستهدف مصر أيضا كمركز إقليمي لوجستي هام جدا، موقع مصر وخاصة في المشاريع المقامة في منطقة خليج السويس تعد كنز بالنسبة إلى الصين، كنز تجاري. مصر الآن تطورت بشكل كبير جدا، أصبحت دولة مختلفة عمن كانت عليه منذ سنوات. مصر الآن دولة حديثة. السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي حرص على إقامة دعائم الدولة الحديثة القوية، التأمين أمن مصر واستقرارها، ثم وضعها في مصاف الدول التي تنافس اقتصاديا عبر تخطيط جيد و إصلاحات هيكلية للسياسات المالية والنقدية. وكانت هناك إشادة من الرئيس الصيني بالاستقرار الذي تشهده مصر. بالضبط. الصين أيضا تهتم سياسيا منذ عدة سنوات في المنطقة. هناك تعاون فيما يخص تكنولوجيا المعلومات وتبادل المعلومات فيما يخص مكافحة الإرهاب في المنطقة. الصين لديها الكثير مما يمكن أن تقدمه، وهي مهتمة أعتقد في الفترة الأخيرة بالمنطقة. الصين كأي دولة كبرى تهمها ملفان أساسيان، الأول هو الطاقة، الثاني هو التجارة. كما نعلم الظروف السياسية متغيرة في المنطقة، ولكن مصر هي بوابة أفريقيا والمنطقة العربية وشمال أفريقيا، ولذلك تعد المشاريع التي ستقوم بها الشركات الصينية في المنطقة وخاصة في خليج السويس مكسب لهذه الشركات الصينية، كما هي مكسب للاقتصاد والاستثمار المصري. تمام. طيب، ما يتعلق بإعلان الرئيس الصيني عن إحياء طريق الحرير القديم في إطار ما يسمى مبادرة الحزام والطريق، تأثير موقع مصر الاستراتيجي أيضا على هذه المبادرة، ما الذي يمكن أن تضيف مصر لهذه المبادرة من خلال موقعها الاستراتيجي، وأيضا ما الذي يمكن أن يعكس إيجابا على مصر أيضا إذا ما تم تفعيل هذه المبادرة وأخذها بعين الاعتبار والجدية؟ السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي كان من أوائل المؤيدين لهذه لهذه المبادرة عام 2014. نعم. اللقاءات التي تمت بعد ذلك كان هناك تأكيد باستمرار على ضرورة إحياء هذه المبادرة، وخاصة أنها تنمي من الطرق ووسائل الاتصالات في الدول الأعضاء، بالإضافة إلى إعادة إحياء طريق الحرير، وهو طريق تجاري هام جدا. مصر والصين أقدم حضارتان معروفتان حتى الآن، وهناك أفاق كبيرة للتعاون الاقتصادي والاستثماري، ويمكن أن تكون مصر منطقة تجارة عالمية ومركز للخدمات اللوجستية والنقل والتخزين وإعادة التصدير لقارة أفريقيا وأيضا لأوروبا، بالإضافة إلى أن الاعتدال المصري، مصر دولة عدم انحياز، الاعتدال المصري في المجال السياسي وخاصة مع تولي السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أصبحت هناك اهتمامات، لم يعد هناك القطب الأوحد، لم تعد هناك الولايات المتحدة بمفردها أو روسيا بمفردها، بل دخلت على الخط الآن الصين، بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي وإعادة وجه مصر الحضاري في أفريقيا وخاصة في الفترة الأخيرة، وكل هذا تم بتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. نعم. ما يتعلق أيضا بإمكانية الاستفادة المصرية من الجانب الصيني في مجال الخبرات التصنيعية، مصر الآن بتشهد مرحلة يعني تهتم فيها الدولة بالنهوض بالصناعة المحلية بشكل خاص وتفضيل المنتج المصري وإرساء قواعد جديدة فيما يتعلق بجودة المنتج المصري والمنافسة. الصين معروفة في مجال التصنيع بخبراتها الكبيرة، ما الذي يمكن أن يضيف هذا التعاون وينعكس على مجال الصناعة المصرية؟ هناك مميزات عديدة للتعاون في المجال الصناعي. أولا، الصين ليست من الدول التي تود الاحتفاظ بالتكنولوجيات الخاصة بالتصنيع وتخفيها، بعكس دول أخرى. الصين متعاونة جدا في هذا المجال، ويهمها أن تنشر
ثقافة العمل والتصنيع في المنطقة، ومصر مؤهلة تماما لهذا. هناك عدة اتفاقات تم إبرامها مؤخرا خاصة في مجال التكنولوجيا وتصنيع أجزاء والسيارات، تصنيع المعدات، بعض المعدات وعربات القطارات، بالإضافة إلى بعض الصناعات الأخرى المتعددة. هناك اهتمام كبير جدا بالتصنيع في الفترة المقبلة، وأعتقد أن الصين بالإضافة إلى ما حسبنا عامل التكلفة ستعد الخيار الأمثل للتكنولوجيات التي يمكن أن تعتمد عليها مصر في المرحلة المقبلة، بالإضافة إلى نجاحها وتوالها في الأسواق الأفريقية في السنوات الأخيرة، ولكنها تحتاج للمزيد من الدعم والحصول على مراكز جديدة للتوزيع والانطلاق منها إلى الأسواق، وفي هذا منفعة متبادلة لكل من الطرفين. أيضا كان هناك علاوة صينية لتصنيع القمر الصناعي المصري، وبالتأكيد هذا بعد أحد المشروعات يعني الواعدة التي تستعد مصر لتنفيذها وإطلاقها. كيف ترى إذن يعني التعاون المصري الصيني في هذا المجال؟ الحقيقة أن الموضوع ده أثار اهتمام المتخصصين في كافة أنحاء العالم. لماذا اختارت مصر الصين لتصنيع قمرها الصناعي الجديد؟ الصين متقدمة جدا في مجال الفضاء وتكنولوجيا نقل المعلومات سواء للاستخدامات السلمية أو الأمنية عبر الأقمار الصناعية، ولديها نجاحات كبيرة جدا، لديها أكبر ما يمكن أن نطلق عليه رادارات أو مستقبلات الانبعاثات من الفضاء، لديها صناعة صواريخ متطورة جدا لإطلاق الأقمار الصناعية، لديها تصنيع للكبسولات. الصين متطورة جدا ولديها الكثير يمكن أن تستفيد منه مصر في هذا المجال، ولعل القمر الصناعي المصري الجديد الذي سيستخدم في التوجيه ومعرفة أماكن تواجد الثروات الطبيعية التي وضعت مصر عليها مؤخرا أيديها وبدأت في استثمارها بالفعل بعد توقيع اتفاقات تعيين الحدود والتي قام بها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ثم استخراج الثروات الطبيعية لمصر من غاز ونفط ومواد تعدينية عديدة تسخر بها سواء في مجالات الصحراء الغربية أو في سيناء، ويمكن استخدامها في كافة المجالات الصناعية والتعدينية. تمام. لقاء رئيس بعدد من الشخصيات الصينية البارزة كان له بالتأثير يعني تأثير على عرض إمكانيات مصر الاقتصادية، خاصة هذه الشخصيات كانت في غالبيتها شخصيات اقتصادية رؤساء كبرى شركات الصينية. كيف ترى أهمية هذا اللقاء في تذليل أي عقبات تقابل هذه الشركات إذا ما أرادت الاستثمار في مصر؟ هو اللقاء ده عقب اللقاء بالحزب الشيوعي الصيني الذي أكد فيه السيد الرئيس أولا على الأمن التام ومكافة وسائل محاربة الإرهاب. هذه رسالة قوية جدا توصل أن مصر دولة آمنة ومستقرة، وهو الأساس والعماد الأول لانطلاق أي مباحثات اقتصادية. كما تعلم رأس المال جبان، ومصر قامت بمجهود كبير في مكافحة الإرهاب ليس فقط في مصر ولكن نيابة عن العالم. اللقاء الثاني الذي عقده السيد الرئيس مع رؤساء ومجالس إدارات الشركات الصينية وكبرى الشركات الصينية سواء في الصين أو العاملة في مصر، استعرض فيه كثيرا ملف قناة السويس. هو يعلم جيدا حاجة الشركات الصينية إلى موضع قدم في هذه المنطقة وما تمثله مصر من أهمية كبرى في المنطقة، بالإضافة إلى توافر عوامل الأمان. الرئيس أيضا قال للمستثمرين ورؤساء الشركات الصينية أنه تم إصدار قانون الاستثمار بكل مزاياه، قانون الاستثمار الذي يكفل الضمان التام لرؤوس الأموال الأجنبية وسرعة إقامة المشاريع، وقضى على كل التعقيدات والبيروقراطية التي كانت تشوب العلاقات الاقتصادية والاستثمارية لمصر خلال عقود طويلة، ولم يجرؤ على الاقتراب من هذا الملف وإنهائه سوى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. هناك عمل كبير جدا للشركات الصينية في العاصمة الإدارية الجديدة، بالإضافة لمجال البتروكيماويات، بالإضافة إلى مجالات عديدة منها الصناعات الكهربية، صناعات متطورة، تصنيع، بالإضافة إلى إقامة
منتجعات سياحية ومباني سكنية وإدارية، بالإضافة إلى المدارس والجامعات. وهناك شركة كبرى صينية تعتزم إنفاقها نحو 20 مليار دولار فقط، مجموعة شركات، هو تكتل من شركات، 5 شركات صينية في المرحلة المقبلة في المنطقة الاقتصادية والعاصمة الإدارية الجديدة، بالإضافة إلى الاتفاقات التي وقعها السيد الرئيس مع رؤساء الشركات، والتي بلغت القيمة المبدئية لها 18.3 مليار دولار. بذكرك يعني العاصمة الإدارية الجديدة، يعني الصين من أكبر الدول التي تستثمر في هذا المشروع الضخم الواعد في مصر. البنوك الصينية وافقت على إقراض الحكومة المصرية 3 مليارات دولار لبناء منطقة الأعمال المركزية في العاصمة الإدارية الجديدة. أيضا شركة تطوير الصين فورتشن لاند المدرجة في شنغهاي أيضا من المتوقع أن تستثمر حوالي 200 مليار دولار إضافية. كيف ترى يعني هذا الاهتمام الصيني بالمشاركة في مشروع العاصمة الإدارية الجديدة؟ دعني أقول من البداية فكرة المشروع. المشروع هو خروج جديد من الوادي الضيق، هو سهولة الوصول إلى المناطق الاستثمارية الجديدة والمنتجعات السياحية، سهولة القرب من منافذ التوزيع وتخزين البضائع وإعادة تصديرها، بالإضافة إلى سهولة الوصول للمنطقة ككل، سواء على المستوى الاستثمارات، المصانع الجديدة، المناطق قربها من منطقة خليج السويس العاصمة الإدارية الجديدة، هو إعادة إحياء للوجه الحضاري المصري. ولذلك أصر على إقامتها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في أقرب وقت، وذلك لوضع مصر على الخارطة العالمية. لا يمكن في هذه الأيام أن تجتذب مستثمرين من العيار الثقيل إلا إذا كان لديك بنية أساسية وتحتية ملائمة ومناسبة، بالإضافة إلى العديد من المشروعات الاقتصادية التي تجتذب المستثمرين والدعم المقدم من صناعات السياحة. العاصمة الإدارية الجديدة هو امتداد لمصر وخروج من الوادي الضيق إلى أفق أكبر وانطلاق اقتصادي واستثماري كبير ستظهر أثاره في السنوات القليلة المقبلة. نعم، معنا عبر الهاتف دكتور عبد الحكيم الطحاوي، أستاذ العلاقات الدولية وعميد معهد الدراسات الآسيوية بجامعة الزقازيق. أهلا بك دكتور عبد الحكيم. أهلا وسهلا بحضرتك والسادة المشاهدين. يعني إذا ما تحدثنا عن زيارة رئيس عبد الفتاح السيسي إلى الصين ومشاركته في منتدى الصين إفريقيا في إطار توجه مصر لسياسة خارجية تعتمد على الموازنة وأيضا توطيد العلاقات مع دول الشرق الأدنى أو الشرق الأقصى، دول شرق آسيا بالإضافة إلى روسيا والصين، كيف تنظر إلى هذا التوجه الخارجي المصري مع هذه الدول في هذه الفترة؟ حقيقة هو توجه القيادة المصرية في ذلك في هذه الفترة نحو منطقة شرق آسيا تحديدا هو توجه في عين الصواب، وهو يأتي بحذف ما كان يسمى بالتوحد المصري في التوجه نحو الولايات المتحدة الأمريكية والغرب الأوروبي. النهاردة نحن بننطلق باتجاه آسيا باتجاه أفريقيا، هذا الانطلاق يأتي على خلفية مهمة وهي أهمية موقع مصر الاستراتيجي بين هذه الدول، وأن مصر دولة رائدة ودولة مهمة ودولة ذات مكانة تاريخية عظيمة. وبالتالي عندما حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على أن يفتح مجالا أمام الدبلوماسية المصرية للانطلاق نحو شرق آسيا، فهذا الانفتاح سوف يعود على مصر أو بدأ فعلا يعود على مصر بالخير، لأن هذه الدول دول واعدة سواء كانت الصين أو اليابان أو كوريا أو ماليزيا. بالإضافة إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي حرص على أن يكون لدول وسط آسيا الواعدة أيضا اقتصاديا لها دور ومكانة في دعم الاقتصاد المصري في الفترة الحالية، وهذه الدول بالمقابل تنظر إلى مصر على أنها مفتاح القارة الأفريقية. من هنا أصبحت مصر حلقة اتصال ما بين شرق آسيا وما بين أفريقيا، وبالتالي أصبح الأمر لا يمكن له الاستغناء للقيادات في شرق آسيا
أو الأفريقية لا يمكن للطرفين الاستغناء عن مصر في تلك الفترة. إذا نعم. مصر بهذا الموقع وبهذه المكانة بدأت تعود إلى مكانتها التاريخية القديمة، بدأ الرئيس يفتح آفاق جديدة للدبلوماسية المصرية، لم تكن قاصرة على اتجاه واحد بل توجهات كثيرة سواء كانت آسيوية أو أفريقية. طيب، يعني العلاقات المصرية الصينية إذا ما استعرضنا تاريخها بنجد أنها علاقات تاريخية قوية ممتدة عبر العصور. مصر كانت من أوائل الدول التي اعترفت بالصين كعضو في الأمم المتحدة، لكن ربما مرت هذه العلاقات بفترة من الفتور، لم تجد يعني الاهتمام من جانب القيادات المصرية بالشكل اللائق بها خلال عصور ماضية. لماذا هذا الاهتمام خلال فترة تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي بهذه العلاقات؟ كيف يمكن زيادة أطر التعاون أيضا والاستفادة من التجربة الصينية، خاصة أن مصر الآن يعني تمضي في تجربتها الإصلاحية الاقتصادية؟ حضرتك، العلاقات مع الصين قديمة منذ أن بدأ تأسيس طريق الحرير القديم وما إلى ذلك. وإذا كانت مصر أول دولة عربية وأفريقية تعترف بالصين سنة 1956 وبدأت معها علاقات كبيرة، إلا أنه كما ذكرت حضرتك ساد العلاقات نوع من الهدوء إلى أن بدأت الصين تنهض اقتصاديا. وعندما نهضت الصين اقتصاديا بدأت مصر تنمو من نواحي أخرى، لكن الاهتمام المصري في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي أصبح اهتمام بارز. ليه؟ لأن الدبلوماسية المصرية هنا تريد أن تنطلق في أكثر من اتجاه، لا تريد أن تكون حكرا على أمريكا والغرب. وبالتالي عندما نظر الرئيس إلى هذه النظرة فهي نظرة صائبة ونظرة فعلا يستحق عليها التقدير والاحترام، لأنه يفتح آفاقا جديدة أمام مصر. يعلم جيدا أن الصين هي القوة الاقتصادية القادمة، وهي القوة الاقتصادية التي سوف تتحكم في العالم في السنوات القادمة، لأنه النهاردة لا يوجد في العالم كله بيت إلا لما فيه منتج صيني، خلينا نتكلم كده بالكلام العادي. إذن النهاردة التجربة الصينية أثبتت جدارتها، وفي سنوات قليلة في الربع الأخير من القرن العشرين استطاعت الصين أن تبدأ القرن الحالي وهي تكاد تنافس الولايات المتحدة الأمريكية، وتخطت ألمانيا، تخطت اليابان، تخطت بريطانيا لتصل إلى منافسة الولايات المتحدة الأمريكية. إذن هنا من مصلحة مصر هذا الاتجاه، ومن مصلحة مصر تنمية علاقاتها بالصين، ومن مصلحة مصر أن تفتح آفاقا جديدة لإعادة لبناء القواعد للاستثمار على محور قناة السويس على سبيل المثال، وإعادة طريق الحرير الذي يبدأ الطريق البحري الذي يبدأ من الصين وينطلق ويمر عبر قناة السويس إلى أوروبا، أيضا لفتح مشاريع كبيرة اقتصادية استثمارية. وأعتقد أنه عندما أصبحت مصر آمنة وفي أمن وفي أمان في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، هذا أعطى للمستثمر الصيني ضخم كبير، حتى أننا نجد أنه حتى في مجال السياحة نجد أن عدد السياح الصينيين زاد في الفترة الأخيرة وصل 300,000 سائح، وهذا العدد لم يبلغه أبدا في أي فترة من الفترات التوجه الصيني. إذا الاستثمارات الصينية بدأت تأتي بمجال، وهذا يعود على الاقتصاد المصري بالفائدة، ويعود على الاستثمارات المصرية في الاستثمارات الصينية في هذا المجال. شكرا لك دكتور عبد الحكيم الطحاوي، أستاذ العلاقات الدولية وعميد معهد الدراسات الآسيوية بجامعة الزقازيق. أستاذ محمد، يعني الدكتور عبد الحميد ذكر في سياق حديثه نقطتين، يعني نتحدث عن النقطة الأولى وهو ما يتعلق بنهوض الصين وارتباط ذلك ب يعني اهتمام مصر بتدعيم العلاقات مع الصين. النهوض الاقتصادي الصيني اعتمد على تجربة فريدة، ربما هي يعني من نوعها التجربة الفريدة في العالم كله، الدمج ما بين النظام الشيوعي ونظام الرأسمالي معا. كيف تنظر إلى التجربة الاقتصادية الصينية التي تحقق الآن أعلى معدل نمو في العالم وينتظر أن يكون الاقتصاد الأول في العالم أيضا؟ التجربة الصينية بنيت على العمل. العمل كان هو الوحدة الأساسية التي قامت عليها النهضة الصينية. هناك إصرار من جانب القادة الصينيين والشعب الصيني على النهوض الاقتصادي، هذا ما حقق النجاح، بالإضافة إلى سياسات كما تفضلت وذكرت جمعت بين
النظام الشيوعي أو الماركسي تحديدا السابق، وبعض النظريات الاقتصادية الرأسمالية ومعظمها خاصة بالقطاع الخاص. النهضة الصينية عفوا هي نموذج يحتذى في سنوات قليلة، يمكن أن تحقق نهضة اقتصادية بفضل العمل والاستغلال الأمثل للموارد. كما تعلم لم تكن هناك موارد متاحة، لم يكن هناك نفط وغاز في الصين، ولكن هي واليابان، ولكن الدولتان استطاعتا القيام وتأسيس صناعات بما هو متاح، بالإضافة إلى إعلاء قيمة العمل. أعتقد أن هذا النموذج جيد ويجب أن يدرس ونطبق منه ما يمكن تطبيقه في المجال المصري. نعم. النقطة الأخرى التي تحدث عنها أيضا دكتور عبد الحكيم الطحاوي وما يتعلق بقدرة الصين على منافسة الولايات المتحدة الأمريكية اقتصاديا. بنعرف أن هناك حرب تجارية بين الدولتين، وهناك اختلاف في التوجهات السياسية لكل منهما مع الدول الإفريقية. يعني الصين كما جاء في كلام أو حديث الرئيس الصيني أمس تدعم السلم والاستقرار في القارة الإفريقية والتنمية وغيرها، هناك مبدأ التقارب مع الدول، بعكس الولايات المتحدة التي ترفع شعار أمريكا أولا دائما وتنحاز إلى الجانب الصهيوني في كل سياساتها وقراراتها الخارجية. كيف ترى إذن هذا الاختلاف في السياسة الخارجية و انعكاسه على تعامل المصري والإفريقي مع كلا الدولتين؟ هذا الاختلاف واضح وقوي في عهد الإدارة الأمريكية الحالية. الإدارة الأمريكية لا تضع فقط شعار أمريكا أولا، ولكن تضع أمريكا فقط. تقوم بإلغاء الاتفاقات التجارية مع بعض الدول، تقوم بإلغاء بعض المعاهدات، تهتم فقط بالولايات المتحدة الأمريكية، وهذا يضر ولو على المدى المتوسط والطويل بالعلاقات الأمريكية الاقتصادية. العلاقات السياسية هناك خيط يجمع بينها، يمكن تفادي نشوب أزمات سياسية، ولكن العلاقات الاقتصادية تتأثر بمثل هذه الإجراءات الأمريكية. أعتقد أن النزاع الأمريكي الصيني يأتي في صالح مصر ودول عديدة. سيكون هناك اهتمام أكبر بإقامة المزيد من العلاقات التجارية والتبادل التجاري فيما بين الصين ودول عديدة، لتعويض بعض ما يمكن أن نطلق عليه خسائر بعد فرض الضرائب من الجانب الأمريكي ومنع دخول بعض السلع و التضييق على المستثمرين الصينيين. أعتقد أن مصر والقارة الأفريقية ستكون بديلا جيدا للصين في المرحلة المقبلة. يجب الاستفادة من أي تطورات تحدث من حولنا وتحويلها للصالح المصري. أعتقد أن التبادل التجاري أيضا المشترك بالعملات المحلية الثنائية بين الصين وعدة دول، هناك اتفاقية للتبادل التجاري بين مصر والصين باليوان الصيني والجنيه المصري. هذا الأمر يدعم الجنيه المصري ويساعد على ضخ السلع المصرية وزيادة المبادلات. السلع التجارية المصرية زادت والصادرات المصرية للصين زادت بنحو أكثر من 350 مليون دولار في أول 5 شهور من آخر عام تم الإفصاح عنه 2017، وتراجعت الواردات بمقدار 1.2 مليار جنيه من الصين بعد توافر المنتج المحلي. أي أن العلاقة ليس كما يصور البعض بأن الصين وحش اقتصادي وستغزو الأسواق وتقوم بإغراق الأسواق، لا، هذا لا يحدث في أرض الواقع. هناك سياسات اقتصادية وهناك احتياجات وهناك مبادلات وهناك أيضا سياسات تقليل الإنفاق والاعتماد على الصناعات المحلية. أعتقد أن مصر ودول أخرى هي المستفيدة الأكبر من المناوشات الصينية الأمريكية في مجال التجارة، والتي قد تتغير بتغير الإدارة الأمريكية في أي وقت.
كما تعلم الإدارة الأمريكية مختلفة، وهناك توجهات حسب الحزب الذي يفوز بالانتخابات، والإدارة الحالية تقوم على مبدأ أمريكا فقط وليس أمريكا أولا. نعم. طيب، ما يتعلق بسبل إنجاح هذا المنتدى الصيني الإفريقي، لأنه الرئيس الصيني ذكر في كلماته الافتتاحية أمس في المنتدى أنه لا أحد يستطيع عرقلة التنمية في إفريقيا، ولا أحد يستطيع أن يعرقل التعاون الصيني الإفريقي. يمكن أن نقرأ من هذا التصريح أن هناك محاولات غربية أو ربما أمريكية لإفشال هذا التعاون دائما بين الصين وإفريقيا، خاصة إذا ما نظرنا إلى أن معظم الدول الإفريقية كانت مستعمرات غربية سابقة وتربطها علاقات وثيقة بالجانب الغربي. كيف تنظر إذن إلى هذا الإصرار الصيني على إنجاح التعاون بين الجانبين ومحاولات الجانب الغربي والأمريكي لإفشال هذا التعاون؟ وطبعا كما تفضلت وذكرت، أفريقيا كلها كانت مستعمرات لبعض الدول مثل بريطانيا وفرنسا والبرتغال وأسبانيا، وهناك كان نفوذ غربي قوي في القارة الإفريقية. الأمر تغير الآن بعد حصول الاستقلال. معظم الدول الأفريقية حصلت على استقلالها في أوقات متزامنة خلال 30 عاما الماضية، ولذلك هناك إصرار من الدول الإفريقية على اللحاق بركب التقدم وعدم الاعتماد عليها فقط كسلال للغذاء والمواد الأولية للعالم الحديث، وأيضا تجنب نقل ما يمكن أن نطلق عليه نفايات التصنيع أو الصناعات غير المرغوبة في الغرب التي يتم نقلها إلى الدول الإفريقية. الدول الإفريقية قادتها الآن أصبحوا أكثر اهتماما بالمواطن، أكثر علما، أكثر اندماجا مع المجتمع الدولي، وتساعدهم على ذلك الهيئات الدولية في هذا المجال. مصر ستلعب دور محوري أعتقد في هذه المرحلة بعد تعديل أو التوجيهات التي قام بها السيد الرئيس فيما يخص السياسة المصرية الخارجية والتغييرات التي حدثت في المخابرات العامة. هناك بعض الملفات تغيرت الوضع بالكامل فيها للصالح المصري في أفريقيا وعدة دول. هناك اهتمام كبير جدا بثقل مصر السياسي وموقعها الاقتصادي الذي يمكن أن يستثمر بشكل جيد لتحقيق أعلى المكاسب للصناعة والاستثمارات المصرية خلال السنوات القليلة المقبلة. نعم، أشكرك الأستاذ محمد عز الدين، رئيس القسم الاقتصادي بالأهرام ونائب رئيس تحرير الأهرام، شكرا جزيلا لحضرتك. أشكرك فندم. مشاهدينا، انتهت هذه الفترة الإخبارية، شكرا لحسن المتابعة، إلى اللقاء.